الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي، الذي نستضيف فيه هذا اليوم الأستاذ الدكتور ريان عبد الله، ليلقي لنا محاضرة بعنوان الديوان الشرقي الغربي للأديب الألماني يوهان غوته. السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الله ونشكره على كل شيء. على العموم، خلفي راح تشوفوا أشياء عن شخص إنسان بسيط جدا اسمه يوهان فولفغانغ غوته، الفيلسوف الألماني الأكبر، ويعتبر هو أستاذ الفلسفة وأستاذ في الأشياء الكثيرة. ونحن نبدأ أول شيء في الكتاب اللي كتبه، وهذا الكتاب غريب من طبعه. ليش؟ لأن في محتواه أو في اسمه هناك أكثر من تغيير. لاحظوا، هذا خط ديوان الشرقي للمؤلف الغربي، ها كانت أول تسمية، أول مصدر الكتاب بهذه التسمية. على العموم، هذا الخط اللي شوفوه هو خط يوهان فولفغانغ غوته بإيده، كان يتقن الخط العربي، ونحن راح نشوف أعمال أخرى وراح نتطرق إليها. طبعا هو شخصية غريبة الأطوار بالفعل، يعني ولادته في مكان ما، عائلة كانت غنية ومتمكنة، جدته كانت تحبه كثير وكانت تدعمه لأن هي صاحبة فندق، وكانت تشجعه على الاستمرار على الدراسة. وفي نفس الوقت والده وذهب يدرس، كان فضولي كبير جدا، فضوليته جعلت يعني تقدر تقول أحد مشاكله، الفضولية أحد مشاكله. هذه الفضولية جعلته أنه يتدخل في كل شيء، يعني درس الكثير ما نحن ما نتصوره. وهذه الأشياء اللي درسها تقدر تقول هي غريبة الأطوار. هو بدأ أول شيء في الحقوق، يعني اليورا الحقوق درسها وأنهاها وتخرج، يعني مثل ما يقولون حاكم، وعمل فترة قصيرة جدا في مدينة ما. على العموم، النظام الألماني في العاصمة ما تجدوا المراكز الحقوقية الكبرى، يعني المحكمة الكبرى ما موجودة في العاصمة. ليش؟ لأن هذا جزء من تراثهم القديم، الفصل بين الحق والحقوقية والسياسة. عندما تقترب السياسة من الحقوق، واحدة راح تأثر على الأخرى. هو كان يعيش في مدينة أخرى وكان يتقن هذا الشيء، ولكن هذا الشيء ما كان يشفي غليله، اضطر بالفعل إلى تغيير المكان له. عن عموم، 82 سنة عمر. حاليا معدل حياة الإنسان الألماني 83 حاليا، يعني تصوروا أنه أنا ذاك هو عاش 82 سنة في فترة بالفعل نقدر نقول أنه الماء اللي كان متوفر هو غير كافي لأنه غير نقي، كانوا يضطروا يشربوا أشياء أخرى. شايف كيف؟ يعني لأن الماء كان هو أخطر ما موجود هناك في تلك الفترة. عن عموم، غوته يعني من الأشياء اللي قام فيها، نقدر نبدأ بكل بساطة، كان مهتم جدا جدا بالشعر. اهتماماته الشعرية زادت في هذا الاتجاه وجعلته يدخل المجال الأدبي، رغم أنه حقوقي. بعد ذلك بدأ يرسم، يعني لاحظوا أغلبية الشعراء والكتاب الألمان حاليا يرسموا، بين ذلك إضافة إلى ذلك يخططوا. اتجه بعد ذلك إلى التصوير والتصميم، وأهم شيء عمله هو النظرية اللونية.
اجت فترة ما في ألمانيا أنه أهم شخصية هي الشخصية الباحثة. ظهر مصطلح غريب الأطوار في المحيط الألماني يقول لك الإنسان الباحث، الباحث هو الإنسان الذي لديه المستقبل. واحد من المفكرين الكبار اسمه هومبولت، هم كانوا اثنين أخوة، واحد منهم قال أنا أروح أبحث عن العالم، ذهب إلى ألمانيا الجنوبية وبحث. في تلك الفترة كانت الصحف والمجلات تكتب عن هذا الحدث، أنه كيف إنسان ما يعرف مكان يروح ويبحث، وكان يرسل المزيد من المعلومات اللي وجدها، وكان يرسم ويخطط. جوتا قال أنا أيضا أبحث. من هناك اكتشف جوتا أنه هو، وعليكم السلام، هو باحث، وبدأ في البحث في النظرية اللونية. النظرية اللونية سنتعمق فيها، هي منجز بالنسبة لي مهم جدا جدا. ليش؟ لأن تعطي لمسة تصميمية ورؤية مستقبلية لشخصية بعيدة كل البعد عن هذا الشيء. وحاول رغم ذلك يظهر أنه اللون يلعب دور كبير في حياتنا. على العموم طبعا ما اكتفى هو بذلك، كان بين يدرس أيضا الطب والهندسة، وكل موضوع يقرأ في الجريدة وما عليه أي إجابة كان يتدخل فيه ويعطي الإجابة الكافية وفي الوقت المحدد، وكان يتنقل. ونحن لازم يكون عندنا روح العصر. روح العصر معناه أنه نحاول ندخل في فيلم قديم جدا في هذه الفترة، أنه كيف كان يتنقل هذا؟ كان يتنقل في ألمانيا، كان ترك ألمانيا لفترة طويلة، ذهب إلى إيطاليا، تشبع بالروح الإيطالية، واكتشف أنه العالم الألماني هو ليس حدوده تنتهي في ألمانيا. من هذاك بدأت فضوليته عندما وصل إلى المناطق الجنوبية من إيطاليا التي كانت متأثرة في الثقافة العربية الإسلامية، ومن هذاك انفتحت قريحته إلى الشرق وبدأ رحلته الشرقية. طبعا كان يتقن الكثير من اللغات، يقال يعني الست لغات اللي كان يعني يتقنها جيد جدا، والعديد من اللغات الأخرى اللي كان يستطيع أن يتقنها. يعني واحد بينه وبينه لازم يسأل نفسه، يقول يعني اليوم اللي كان عند جوتا كم ساعة؟ يعني هذا الإنسان ما كان ينام؟ إمتى كان يدرس؟ إمتى كان يبحث؟ إمتى كان يعمل؟ إمتى كان يناقش؟ إمتى كان يلقي محاضراته؟ يعني أي مدينة يمر فيها لازم يعمل محاضرة. وبعدين إضافة لذلك هو كان من الفلاسفة اللي كان يعيشه، يعني هو ليس متقوقع في مكتبة ومختفي، إنما كان يعيش الحياة. يعني كان يدخل المجالس العامة ويعيش الحياة ويشارك في المسارح، وكان يكتب بعض المسارح القطع المسرحية وما شابه ذلك. على العموم يعني لو نرجع لروح العصر ونكلم نفسنا، كيف كان جوتا بعد هذه الفترة؟ جوتا وصل إلى الكثير مما يعني لم يستطيع أن يصله أي فيلسوف آخر. إضافة لذلك كان عنده العلاقات المتكاملة مع الآخرين. الحكومة الألمانية كرد إيجابي لهذا الشخص عملت المركز الألماني الثقافي. المركز الألماني الثقافي ويقال ويسمى أيضا معهد جوتا الثقافي، هذا موزع حاليا بأكثر من 60 دولة. هذا المركز تابع لوزارة الخارجية وممول منها. هذا المركز هو في نفس الوقت مدارس لغوية، يعني مثلا في القاهرة موجود أكثر من 3 مراكز. يعني القاهرة اللي عدد نفوسها يقال أنه بعد الظهر عدد نفوسها يصل 23 مليون،
يعني فيها ثلاث مراكز، والألمان يعتبرون أنه هذه غير كافية. يعني الشباب يتعلموا اللغة الألمانية ويناقشوا أمور الحياة في هذه المراكز. هذه المراكز منتشرة في أكثر دول العالم وتعطي الصورة الكاملة لرؤية ألمانيا. ولاحظ هذا المركز، المقر الرئيسي في مدينة ميونخ، وهنا شعار هذا المعهد. طبعا هذا المركز أثر تأثير كبير على فلسفة الألمان وتصورهم. يعني الألمان يؤمنوا بفلسفة خاصة فيهم، وهذه الفلسفة أتت بالفعل بعد الحرب العالمية الثانية. ومختصر هذه الفلسفة، وأنا درست عندما اهتميت في تأسيس وبناء شعار ألمانيا، أنه اعتمدت أيضا على هذا السطر الوحيد: من هذا البلد لن تقوم حرب مرة أخرى. سطر واحد. لاحظ هذا السطر وتأثيره على رؤية كل إنسان ألماني. عدد نفوس الألمان 82 مليون سنة، 82 مليون نسمة، وكلهم يؤمنوا بهذه الفلسفة ويعملوا عليها. ولاحظوا دور جوتا في هاي العملية. جوتا كان هو من أكبر الفلاسفة الذي كان يؤمن بكلمة التسامح، وأنا مؤمن إيمان كامل أن هذه الكلمة أخذها من خلال احتكاكه بالمحيط العربي الإسلامي وتأثيرات المحيط العربي الإسلامي على شخصيته، ويقال أنه هو كان مسلم. وهذا الموضوع بالفعل يتطلب محاضرة أخرى إضافية، لأن تحتاج بالفعل الكثير من الدراسة والتعمق. في أكثر المدن موجود له التماثيل. في مدينتي التي أدرس فيها لايبزيغ، هذا التمثال في أجمل مكان وسط المدينة. في مدينة فايما اللي هو توفى فيها موجود تمثال مع زميله وصديقه ورفيق دربه، تقدر تقول الأديب شيلر. شيلر مات أصغر منه، وجوتا حزن وقال كلمته الشهيرة: مات نصفي، لأن حبه وتعلقه مع شيلر كان كبير جدا، وكان يعتبره هو جزء مكمل له، رغم أنه شيلر كان عنده تركيز فقط على الأدب والشعر. ويقال يعني من ضمن، لو عدنا نحن إلى موضوع النظرية اللونية، يقال أنه جوتا قتل شيلر. ولكن كيف قتل جوتا شيلر؟ هذا أيضا موضوع بالفعل مدروس ومناقش وله خلفياته. وواحد ممكن يعني بابتسامة يذكر هذا الشيء اللي هو بالفعل ما حصل أصلا، ولكن شيلر كان يؤمن بفلسفة جوتا اللونية، وطلب منه كصديق: أرجوك لون لي غرفة نومي. طبعا جوتا يؤمن أن اللون الأخضر هو اللون الذي مرتبط بالأرض. طبعا معروف اللون الأخضر مرتبط بالأرض، ليش؟ لأن الأشجار كلها، معنى أنت وقت ما تكون في المحيط الأخضر، وقت ما تكون في الجنينة، في البستان، في الحديقة، تكون مرتبط بها، تتمنى تجلس أكثر، تتمنى تكون حركتك بطيئة، تتمنى تواجدك أنه يطول أكثر، معناه أنه هذا اللون يجذب الإنسان، وهو ليس اللون الحركي مثل اللون الأحمر اللي يعطيك الديناميكية والحركة والتفاعل ويجعلك تمضي بسرعة وتعمل وتعمل وتعمل. عاد هذا اللون في العملية التحضيرية لإنتاج هذا اللون يحتاج الكثير من الفوسفات، والفوسفات آنذاك كان سم. ويقال أنه وجود اللون، وجود شيلر في غرفة كانت مطلية باللون أخضر، معناه أنه هو كان معرض إلى كمية كبيرة من هذه الفوسفات التي أثرت على حياته. وهذا الشيء طبعا اكتشفوه خبراء اللون بعد ذلك بعشرات السنين.
على العموم ما حد جوته يصدر ولا يزال يعني صار في توقف بسيط لمجلة اسمها فكر وفن، وهذه المجلة لاحظوا 18,000 نسخة مدى انتشارها، مجلة مرغوبة جدا من قبل الشباب في المحيط العربي، لأن هي تصدر في 3 لغات عربي فارسي وإنجليزي، ولكن أكثر شيء في اللغة العربية. ومين أسسها؟ أسس هذه المجلة أهم امرأة مستشرقة بعد جوتا، اللي هي الفيلسوفة الألمانية أنا ماري شمل، اللي أنا شخصيا أيضا اتعرفت فيها. يقال أنه هي كتبت 300 كتاب، من أكبر المستشرقين، تتكلم 12 لغة عربية منها العربية. والشارع الموصل إلى مطار لاهور في باكستان باسمها، وكانت من أكثر الشخصيات المتعلقة في المحيط العربي والإسلامي، ولها كتاب في مجال الخط، والدكتور إتهام يعرف عنها أيضا الكثير. النظرية اللونية، ليش جوتا اهتم إضافة الاهتمامات الكثيرة الأخرى اهتم باللون؟ هو بالفعل كان يؤمن إيمان كامل أنه النظرية اللونية تعتمد على شيء أساسي هو الضوء. الضوء هو المصدر الأول والأساسي للون، بدون ضوء لا يوجد لون. هذا مختصر فلسفته ونظريته، ولكن ورغم ذلك كان متأثر تأثير كامل بالنظريات اللي قبله. على العموم في العالم ولحد الآن 72 نظرية لونية. نحن نفرق تفريق كامل بين النظرية اللونية والأنظمة اللونية، يعني اللي يشتغل على الكمبيوتر هو يشتغل يستعمل أنظمة لونية، ولكن النظرية اللونية معناه تبحث عن جوهر اللون وخلفيته وماضيه. وهو كان يعتقد أنه جوهر اللون يعتمد اعتماد كلي على الثقافة، يعني على الشعر وعلى الحرف وعلى الكلمة. إذن اللي قدمه جوتا قدمه بصورة جديدة، كتب 5,000 صفحة عن هذه النظرية وحاول يوصلها للإنسان البسيط. الإنسان البسيط 5,000 صفحة، شايف كيف؟ وفي نهايته أنه فقط اللون يعتمد اعتماد كلي على الضوء. نحن لا ننسى حتى الظل هو جزء من الضوء، يعني الظل يختلف اختلاف كلي عن الظلام، في فرق بين الظل والظلام. الظل هو فيه أيضا ما يكفي من الضوء. لهذا السبب الضوء يلعب دور كبير في تفكير الإنسان، ويلعب دور كبير في طاقة الإنسان. بعد ذلك مدرسة باوهاوس الألمانية للتصميم اعتمدت هذه النظرية ونشرتها بصورة جديدة، وقالت الإنسان يحتاج شيء أهم من الأكل والشرب، ما هو؟ وجدوا النور، إشعاع الشمس. إشعاع الشمس أهم من الأكل والشرب، لهذا السبب فتحوا النوافذ في العملية التصميمية، ولهذا السبب لاحظوا دخل الزجاج والمعدن في العملية المعمارية. أصبح المعمار يختلف اختلاف كلي، يعني تروحون لأوروبا تشوفون العمارة الحجيرية قربت تندثر. ليش؟ نؤمن إيمان كامل أنه الإنسان لازم يدخل عليه إشعاع شمس بأكثر ما يكفي، نحن نقول فيتامين دي، ولكن هذا مهم جدا، وهذا مبني على نظرية جوتا اللي تعتمد اعتماد كلي على النور. ولاحظوا يعني هذه النظرية لعبت دور كبير ولا تزال في التفكير المستقبلي في التصميم. على العموم جوتا، نحن نبدأ بهاي الورقة وأنا ما راح أطول عليكم، ركز تركيز كامل على العلاقة الثقافية العربية الإسلامية، واهتم فيها بشكل لا يصدق، وكان من أكبر الذين يدعو إلى ترجمة القرآن بسرعة لإيصاله إلى أكبر عدد ممكن، وكان يدعو أيضا إلى إيجاد قاموس عربي ألماني، وساعد صديق له من المفكرين الألمان الكبار
لتكوين هذا القاموس، وهذا القاموس ظهر بالفعل ولعب دور كبير جدا. لاحظوا في الأعلى البسملة بخط جوتا، والبقية كانت ورقة صغيرة شرح جوتا للعرب، كيف ينظر جوتا للعرب، وكان بالفعل متعلق جدا جدا فيهم، وذكر كلمته المشهورة جدا، قال أورينتيرونج، يعني ابحث عن اتجاهك. الأورينتيرونج يعني الاتجاه، وهذه الكلمة منين اجت؟ اجت من مصطلح بسيط جدا، الأورينت الشرق. قال إذا أنت تبحث عن مستقبلك اذهب إلى الشرق. وهذه الكلمة طبعا عملت ضجة آنذاك ولا تزال. أنتوا لاحظوا بذيك الفترة كان ما يقارب 300 كتاب ومجلة وصحيفة في السنة تهتم بدراسات الشرق، 300. أسا إذا تبحثوا في أوروبا كلها ما تجدوا واحدة. مع الأسف نحن في مشكلة، والصورة الموجودة عندنا لازم تغير، وما حد يقدر يغيرها إلا نحن والناس اللي يؤمنوا بهذا الفكر السليم وفكر التسامح. جوتا كان يؤمن إيمان كبير أنه هذه الصورة بالفعل مثل ما هو لما سيعطيها، وكان يدافع عنها وكان يعمل من أجله. بنفس الوقت كان يعني من أكبر محبيها، وهذه الجملة استمتعوا فيها وقروها. شايف كيف؟ كيف ذكر وجهة نظره للغة العربية والخط العربي. كان متأثر جدا 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 يعني بالمتنبي، ويقال نحن في الغرب نسميه متنبي ألمانيا. جوتا متنبي ألمانيا، يعني بالفعل متأثر كثير بالمتنبي امرؤ القيس وطرف العبدة والآخرين في تلك الفترات، وليس تأثيره كان شخصي، إنما كان يوصل للآخرين. كان وقت ما يجتمع مع زملاء والفلاسفة الآخرين يشرح لهم، يقولون تعالوا اشرح لكم ما قال المتنبي، كان يستغربوا وكانوا يسمعوا منه بلهف ورغبة وتأثروا، إلى أن دون ذلك في هذا الكتاب اللي هو سماه الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، يقصد نفسه. حاليا التسمية بعد طباعات كثيرة، لاحظوا أن هذا الديوان سنة 1819 ظهر، أصبح هو الديوان الشرقي الغربي ومشابه ذلك، ولكن بالفعل هو كان بده يرغب بصدق أن يظهر الصورة الشرقية مثل ما هو افتهمها كغربي، وهذا الصدق بالفعل موجود بهذا الكتاب، وهذا الكتاب من كتب الخالدة. بدأ في تعلم الخط العربي وكتب، وهذه المخطوطات موجودة في متحفه في مدينة فرانكفورت. هو كان يعتبر العالم الآخر بالفعل عالم أكثر تطورا وأبعد فكرا عن العالم الموجود في أوروبا، وكان يؤمن في بناء هذا الجسر، وكان يساعد الناس على العبور على هذا الجسر. من أهم ما قالوا، قال القرآن كتاب الكتب، وهي جملة جميلة جدا جدا، وأنا أحترم هذه الجملة ودائما أرددها، وأنا أعتبره يعني صديق لي وأعتبره مؤثر علي كأستاذ، يعني رغم أنه نحن الفترة اللي نعيشها بالفعل صعبة، ولكن نحتمي بهذا الفيلسوف والفلاسفة اللي يؤمنون بهذا الفكر. ومن الأشياء الأخرى أنتوا الأغلبية تقدرون تقروها، أنا بما أنه سافر بكثرة، السفر طويل لولا الوصول. كلمة أيضا جميلة جدا، وأشياء أخرى، ولكن يقال أنه آخر كلمة قالها قال المزيد من الضوء، المزيد من الضوء، قال آخر
دقيقة عندما توفى طلب من الخادمة مالته قالها المزيد من الضوء، يعني في الألماني مير ليشت، وفتحت الستائر كلها، لأن كان إيمانه في الضوء إيمان كبير أنه هذا الضوء جزء مكمل للإنسان، ويقال أنه بعد ذلك توفى جوتا. واعذروني يعني الموضوع بالفعل هو كبير جدا، وأنا حاولت أن أختصره قدر الإمكان للسيطرة على الوقت، وإذا في أي سؤال أنا إن شاء الله أخدمك وأخدم الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور ريان عبد الله على هذه السياحة في فكر هذا المستشرق. نفتح باب المداخلات إن وجدت. في السنوات الأخيرة خاصة في العراق في التسعينات كان هناك اهتمام بموضوع الاستشراق، وأصدرت دار الشؤون الثقافية العامة في وقتها مجلة خاصة أحسب أنها المجلة العربية الوحيدة في هذا المجال باسم مجلة الاستشراق. صدر منها حوالي 5 أعداد فقط ثم توقفت. في أحد الأعداد كانت هناك دراسة خاصة وملف خاص عن الاستشراق الألماني، على ما أذكر في عدد عن الاستشراق البولوني الذي هو قريب من الألماني المتأكد. كانت هناك دراسة خاصة عن عمان مارشال. أدخل من هذه النقطة أن الدكتور مهتم بجانب آخر وهو الاستشراق والدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا، ولا سيما في معهد الاستشراق في جامعة لايبزيغ الذي هو الآن يسمى معهد الدراسات العربية أو ما شابه ذلك. الحقيقة هذا محاولة جسر كما قال الملك الفرح لمد جسور، لأن هذا الاهتمام بالعربية وبالدراسات الإسلامية متنام الآن في الغرب بشكل كبير جدا، ولا سيما في ألمانيا، وهذا يفتح الباب أيضا لاهتمامات في الغالب بما أن الدكتور مهتم بجانب التعليم أيضا. اهتمام الآن كشاب في الغالب دراسات العلمية، وهذا شيء طيب لأن هذه لغة العصر، ولكننا أهملنا جانب الدراسات الإنسانية المتعلقة بالجوانب الحضارية والتاريخية والتواصل بين الشعوب وما إلى ذلك، ومنها الدراسات المعنية بالجانب الاستشراقي وكشف الجوانب المضيئة المكتوبة عن تاريخنا وحضارتنا في كثير من المعاهد والجامعات والكليات الغربية ولا سيما ألمانيا. عليه أنا فقط أحببت أن أوضح فكرة هذه المحاضرة، وأطلب من الدكتور إذا سمح في دقيقة أو دقيقتين يعطينا فكرة فقط عن معهد الدراسات العربية في ألمانيا. بارك الله. المدرسة الألمانية للاستشراق تعتبر من أنظف المدارس في العالم التي اهتمت بالفعل في المحيط العربي المسلم، ودرست بالصدق بصدق. كانت تعتمد اعتماد كامل على عدم التأثر بروح العصر، يعني من كان يحكم في تلك الفترة ما كان يؤثر على عملهم، إنما كان يدرسوا هذا الشيء ويوصلوه لطلابهم. نحن لا ننسى أنه الاستشراق الألماني اعتمد كبير على روحية المحيط العربي الإسلامي بمساحته الكبيرة. ما كانوا ينظروا للمحيط العربي الإسلامي أنه مقسم أبداً. العملية التقسيمية أصلا في داخليتهم يعني مجموعة كبيرة يرفضوها، يعني يرفضوها في معنى الكلمة، يعني ولا ينطقوها وما يستعملوا الاستعمالات اللي بالفعل يحبوها الآخرين. يعني مصطلح الحدود إجا بعدين. الدراسات الموجودة وركز على نقطة واحدة فقط، يعني الحفاظ على التراث العربي الإسلامي. روحوا على ألمانيا، ادخلوا أي مكتبة في أي مدينة وشوفوا واسألوا كم عدد الكتب العربية الإسلامية الموجودة هناك وبأي صورة هي. راح تستغربوا في معنى الكلمة. أنا عضو في مكتبة قريبة إلي والدكتور إدهام شاهد، ودخلنا سوية إلى هذه المكتبة. أنا عضو في هذه المكتبة وعضو في مجلس أصدقاء هذه المكتبة، ورئيس المكتبة صديقي.
وشرح لي قال لي ريان نحن لازم نعمل أكثر. قلت له كيف؟ قال عندي 850 كتاب. وفتح القوس قال قرآن النادر 850 قرآن نادر في هذه المكتبة، أريد تساعدني في إظهارها. قلت له لازم نعمل معرض. قلت له أنا علي التصميم وتصميم الكتالوج، وقمنا في ذلك. أكبر قرآن مغولي، شوف كيف، موجود في مدينة لايبزيغ. أصغر قرآن ملفوف موجود في مدينة لايبزيغ. أول قرآن على ورق بردي على الطريقة المصرية موجود في مدينة لايبزيغ. قرآن مكتوب على جلابية متكاملة موجود في مدينة لايبزيغ. وحلية الرسول موجودة هناك، ومجموعة كبيرة من الكتب. أخذني لهذا الحوض الموجودة في هذه الكتب. دخلنا، لبست الكفوف، اجت الكتب على عربات تسير. شايف كيف؟ خلي تعال اشرح لك وفرجك. قال هذا الباب باب معدني الكتروني. قال اذا انت يعني على بعد متر ومعك سيجاره، الباب اوتوماتيكيا يغلق ويحمي هذه الكتب كلها. اين نحن من ذلك؟ في الحفاظ على تراثنا. شايف كيف؟ وهذا في يعني في مدينة لايبزيغ. تروح على مدينة جوتا تلاقي مجموعة كبيرة جدا، تروح على مدينة برلين نفس الشيء، تروح على فايما نفس الشيء. إذا نحن هذا التراث يعني يعني أنا أعتبره يعني فن الكتاب أعتبره من أهم الفنون الإسلامية القديمة. هذا تراث ضخم جدا. نحن يعني دائما نركز ونقول أنه أجمل كتاب وجد على وجه الأرض هو القرآن. يا أخي أسأل روح إلى أي مطبعة وشوف الكتب كيف تطبع تحسن، وهم محافظين يعني آخر مدرسة تدرس فن الكتاب هي في ألمانيا، وأنا أدرس فيه هناك، أنا عميد فيها. فن الكتاب لازم يرجع إلى بلادنا، لازم يرجع إلى بلادنا، لازم الكتاب يضع ياخذ مكانته الصحيحة السليمة طباعيا تصميميا خطيا حرفيا ورقيا بكل معنى الكلمة. إذا نحن لازم نبني هذه الجسور ونضع هاي الكتب الفريدة بالفعل، نخرجها إلى هذا المحيط ونعرف فيها أجيال جديدة وشباب جديد. وهذا الكلام هو جزء من مدرسة الاستشراق الموجودة في لايبزيغ، واللي هي تعتبر يعني المدرسة الكبيرة والأولى التي حافظت على التراث. ليش؟ عادة الألمان عندهم مدرستين، مدرسة في مدينة لايبزيغ ومدرسة في العاصمة برلين. وهم يقول لك إنه مدرسة برلين يعني هي مدرسة متأثرة في السياسة، قريبة من الحكومة، يعني الحكومة تطلب منهم وهم يسوون. نحن لا، نحن متأثرين في المحتوى، نحن ننظر للمحتوى ونتعاشق معه ونظهره. وهاي الفلسفة طبعا تختلف كليا يعني في كثير من الجوانب. ولهذا السبب هي ليس لأن مدرسة لايبزيغ عمرها 620 سنة، تعتبر بالفعل أقدم جامعة موجودة في أوروبا. يقال أن جامعة براغ يعني أقدم منها في سنة، ولكن جامعة براغ تأخروا في العملية يعني عملية تدوين وتسجيل الجامعة. ولكن لايبزيغ يعني أتمنى يوم من الأيام تكونوا في ضيافتي ونشوف هذا المكان الجميل ونستمتع بهذا المشهد ونستمتع بهذه الكتب الفريدة. هذه جامعة فيها تاريخ متكامل، وهذا التاريخ اعتمد أيضا على أشياء أخرى نحن ممكن نذكرها. التجارة، مدينة لايبزيغ كانت في فترة ما من أغنى المدن الألمانية، وخصوصا سنة 1916 إلى 20. ليش؟ لأن كانوا التجار عندما يخرجوا للعالم الآخر كانوا يجلبوا معاهم الكتب الفريدة. هذه الكتب الفريدة يعني
عادة وقت واحد عنده مكتبة فريدة، شايف كيف، وعمره وصل إلى مرحلة ما، شو يعمل؟ يهديها للمكتبة الكبرى. وهذه المكتبة الكبرى اسمها مكتبة ألبرتينا، هي تابعة لشخص هو كان حاكم المنطقة اسمه ألبرت، وهذا الشخص قال أنا أبني لكم مكتبة كبيرة ونحن نجمع كل الكتب فيها، وحاليا فيها مجموعة كبيرة راقية. مدرسة الشراق الألماني ولا تزال تدعم من أين؟ من الداخل. ليش؟ لأن يعتبرون هذه المدرسة هي جزء مكمل للفلسفة الألمانية، يعني الخريج من هناك وين يروح؟ يروح إلى وزارة الخارجية، يروح إلى معهد جوتا، يروح إلى منظمة الذات اللي هي منتشرة في كل العالم، وهناك يحاولوا يبني هالتواصل. يعني نحن ما نستغرب إذا كلمنا أي ألماني ويتقن ثلاث لغات، لأن إجباري في دراسة الاستشراق لازم يتقن ثلاث لغات، أقل شيء ثلاث لغات، يعني عندما يناقش أي موضوع يناقشه من ثلاث جوانب إضافة إلى اللغة الأم. لهذا السبب تبقى هذه المدرسة خالدة ذو تأثير كبير. ولا ننسى أنه في الحقيقة الدكتور إتهام يعني كان معايا ونحن تمشينا، تبعد يعني 500 متر عن جامعتي، وقفنا أمام الباب وقلت له شوف هذا المعهد الخالد الكبير، معهد الاستشراق الألماني، هذا المعهد فيه قصص كبيرة. قلت له يا ريت نحن نقدر نجيب هذا المعهد الصغير البسيط لبلادنا أو نبني جسر معاه، لأن نحن إذا بنينا جسر بالفعل راح نحافظ ما نقدر أن نحافظ عليه بفلسفة التسامح اللي هي يعني في دمنا، شايف كيف، ونحاول نوصلها للألمان اللي بالفعل يتفاعلوا معها بلغتهم وتاريخهم وقصتهم. هم دخلوا حربين يعني وتعلموا الدروس الكافية ويعرفوا قيمة التسامح والسلام وكيفية العمل عليه وكيفية أنه نشر الفكر أهم من أي حروب واحد يقوم فيها، لأن أنت تأثر عن إنسان بالحرف والكلمة أكثر ما تأثر عليه في السلاح. تبقى هذه المدرسة خالدة، ولكن إشعاعاتها للمحيط الآخر متوافرة وموجودة. ليش؟ يعني يقال أنه هي قريبة أيضا يعني من المدرسة الأم اللي ينظرون عليها الكثيرين. ليش؟ يقول لك الإنجليز والفرنسيين لعبوا دور كبير ولكن استشراقهم كان في منظور آخر، ولكن الروس يعتبروهم من أقرب المستشرقين للألمان، لأن عندهم أيضا النظرة التسامحية بعض الشيء والدراسية بعض الشيء. عن عموم يعني مدرسة الاستشراق في ألمانيا ويعني وهذا المصطلح كمصطلح بحد ذاته ودراسته يحتاج الكثير من الوقت بالفعل. ليش؟ لأن هم ناس غربيون عطوا صورة يعني صادقة عن الشرق، وهذه الصورة بما فيها نحن محيطنا في العديد من الأشياء. يعني لو تلاحظوا يعني أنا من الأشياء اللي أحبها جدا واعتز فيها يعني ودائما أحاول أناقشها معهم، لأن الأساتذة كلهم أعرفهم. صديق لي أستاذ هناك قال لي مرة، سألني سؤال، قال لي من هو أحب واحد من المفكرين في الإسلام إلى قلبك؟ قلت لهم كلهم. قال لي لا، أنت نحن في نقاش بين أستاذ وأستاذ لازم تقول لي. قلت له في الحقيقة الغزالي. قال الغزالي؟ قال هذا فيلسوف الإسلام. قال هذا يحتاج المزيد من المكان، يحتاج المحيط الكبير، لازم واحد يظهره بشكل آخر. شايف كيف؟ عندما تلاحظ أن واحد ألماني يحكي لك عن الغزالي يا أخي تفرح بمعنى الكلمة. في الحقيقة يعني يا ريت عندنا الوقت الكافي أنه نتعمق أكثر
عندنا أرث كبير جدا ونحن مسؤولين على هالأرث، ولازم نظهره بالإمكانيات البسيطة اللي عندنا، وإن شاء الله الخير فيك وبالآخرين. وإذا بنينا جسر مع الاستشراق الألماني، نحن هذا الجسر بالفعل راح يخدم هذا الموضوع اللي نحن من أجله ونعمل. أرجو أنه يكون هذا الرد البسيط كافي. نشكر الدكتور ريان عبد الله على هذه السياحة، وبارك الله فيه وفي علمك، ونلتقيكم إن شاء الله في أسابيع مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.